شلونكم؟ شو اخباركم؟ من باب الاهل والشرف دي. الله وجايين نشاركم المباراه. العشاء شو هذا الحمد لله. شلون يعني ادق عشب هدومي هالسنة؟ المشكلة اخر عائلة جاهزين. ان شاء الله. زين. بعدكم جيل الاسبوع القادم؟ والله بعد ما قلت انا مفوش شقطة بعد الدوام. اها. اي والله. تعالوا دخلوا. انا اعرف اعرف اعرف. انت مستعجلين وجاين عند الحلة وباب الحقها علينا. الله يسلمك. اخر عائله دا تجهز يمنا. الله يسلمك. ابو ايش؟ انا ابو سجاد. ام سجاد. نعم. واذا ما عرفك؟ لا يعرفني. يعرفك؟ طي المناظر على السريع. البس. حلو. جاهز؟ جاهز. ام سجاد وقفوها. ابو سجاد على وجه السرعه العائله جاهزه ان شاء الله. بس انا على السريع هيك يعني. الله يسلمك. اهل باب الحقهم عليك. حياك الله. اهل الناس. احنا بنحبك ان شاء الله. فدوى القلب. نشوفك دائما تلقى. شوفون البرنامج؟ ان شاء الله. فدوى القلب. ان شاء الله تربح. حياك الله. عليها. ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله. جاهز. حلو. لا تتحركوا. يلا تعالوا وياي. هي لو لا؟ علي صوتك. لا. علي صوتك. هي لو لا؟ لا. هي لو لا؟ لا. اكو غش. نعيد. هي لو لا؟ هي؟ اسحبها. اسحبها. تهديدي تهديدي تهديدي. شوف ما على زوجتك مسوي هاي الحركة. مسوي. وأحلى جائزة لأهل الحلة. جيبها. جيب. طيب. تعال. ها؟ فدوى قلبك يا روحي. مبروك عليكم. الله. انا قبل اربحكم. لا الله يسلمك. احنا نحبك استاذ عمر. فدوى قلبك. دائما نشوف البرنامج مالك يعني ونشرب بيك وان شاء الله تجينا الحله بدي شيء يعني مول بدي شيء هناك نشرب بيك. اي والله. هذا وسام على صدري. الله يسلمك. اهالي الحله. اهلا وسهلا بك. ربي يحفظكم. جايين منك لنا حتى تشاركوا بالبرنامج. اي والله. الله شاهد. زين الله يسلمك. عندي الدوام انا قلت لك مفوت ما الشرطه هذه. زين وجيت على مودك وعلى مود البقلاوي قلت له حق. سلم لنا على كل اهل الناس المكتسبين. اتصل على مدير الدائره. الله يسلمك. حياك الله. وشوف اخر عائله.